بين المغرب وبيلاروسيا رغبة أكيدة في تكثيف التعاون بين البلدين. نائب وزير الخارجية البيلاروسي يقوم بزيارة لبلادنا، حيث أجرى اليوم سلسلة مباحثات مع مسؤولين مغاربة. التفاصيل. على رأس وفد هام من رجال الأعمال يقود نائب وزير الخارجية البيلاروسي فالنتين ريباكوف مباحثات اقتصادية ودبلوماسية بالرباط. جمعته في المحطة الأولى بالوزير المكلف بقطاع التجارة الخارجية محمد عبو. الطرفان استحضر الرغبة الأكيدة للمغرب وجمهورية بيلاروسيا في الرقي بالمبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة التي تربط الطرفين، مبادلات تميزت بالتذبذب وحققت برسم سنة 2012 حجم 5 ملايير درهم، لتتقلص السنة الماضية إلى أقل من 200 مليون دولار، وما دفع الطرفين في اتجاه استشراف المستقبل عبر خلق إطار قانوني محفز جديد. هناك تكامل في الاقتصاد البلدين، يمكن كاين إمكانية ديال رفع رقم المعاملات من خلال توسيع قاعدة الصادرات وكذلك توسيع قاعدة الواردات. نعتبر المغرب شريكا تجاريا في غاية الأهمية بالنظر لطبيعة اقتصادياتنا المتكاملة وغير المتنافسة. تحدون اليوم رغبة بأن تنعكس علاقتنا السياسية المتميزة على جودة العلاقات الاقتصادية.